انا مستعد اديك روحي. الحمد لله انا برضو احسن من غيري. نورة حبيبتي، نورة عايشة معايا، نورة علشان كانت بتسأل عني رموها لي. خناقة قوية جدا جدا بتفصل فيها الفنانة يسرى ما بين طبعا ولاد الراحل الفنان هشام سليم زينو اسمة الشرف بناته، وما بين نور هشام سليم، خصوصا بعد إعلان الوصية الخاصة بالفنان هشام سليم اللي أدهشت الجميع، واللي هتخرس الجميع بقى هو هيارس كأنثى أو كذكر. وصية الفنان هشام سليم وصل الموضوع للخناق أمام قبره. طبعا كان في زيارة لقبر الفنان هشام سليم من بناته اللي بيحاولوا يعني دلوقتي يرجعوا له، بس خلاص فات الوقت وفات الميعاد. والدكم دلوقتي تحت التراب، خلاص انتوا مش هتقدروا حتى تطلبوا منه السماح، او ان انتوا عارفين انه راضي عنكم او لا. خسرتوه جدا، خليتوه بكى كتير في برامج، شفناه بيبكي حزين وقال انا مش فارق معايا مال ولا اي حاجة، انا عايزهم هما، مش ورا مامتهم الفنانة او معرفش هي مش فنانة عموما، ميرفت النحاس، السيدة ميرفت النحاس اللي اخدت بناتها وخرجت خارج مصر وسابت بس نورة قبل ما تعمل عملية التحويل وتبقى نور. هو نور اللي كان متواجد مع والده بيسأل عليه، قاعد معاه، بيقدم ليه كل الدعم وكل الأدوية بعكس اخواته البنات. البنات بيحاولوا يستعطفوا خلاص عمامهم والعائلة، خصوصا بعد ما سمعنا كلام عن توزيع الميراث. هنا بقى في نقطة وجاء دور الفنانة يسرى. يسرى معاها وصية خاصة بالفنان هشام سليم. هذه الوصية عملت مشكلة كبيرة جدا، لأن في خلال الوصية لما هتعرفوها من ضمن الوصايا إن ابن الفنان هشام سليم ما يسيبش مصر مهما كان، وإن يحاولوا على قد ما يقدروا يثبتوا الهوية بتاعته، ومش بس كده، لأ يبقى معترف به. الجزء الثاني من الوصية إن هشام سليم كتب كل أملاكه بالكامل لابنه نور، لأن هو اللي كان متواجد معاه، وعلشان يقطع حتة الجدل ما بين سيارس كأنثى أم كذكر، خصوصا إن إخواته البنات ما كانوش بيسألوا، فما كانش فارق معاه غير ابنه نور. بصراحة نور هشام سليم قال أنا مش عايز أي فلوس، مش عايز أي حاجة، أنا بس نفسي إن البطاقة بتاعتي يتكتب فيها ذكر، لأن لما بطاقته انتهت وراح يجددها لقى إنه مش هينفع، خلاص هتتجدد كأنثى. طب أنا راجل وشكلي راجل، هعيش إزاي وبطاقتي أنثى ومحتاج فيش وتشبيه وحاجات، هشتغل إزاي؟ فقرر إنه هو يهاجر، وده اللي يعني أشعل الأزمة ما بينه وما بين يسرى، والموضوع وصل لخلاف قوي جدا. حزن يسرى على الفنان هشام سليم كان متوقع وكان وارد قوي، لأنه بس ما كانش صديقها في الشغل، لا ده هو أخو زوجها، ومش بس كده كان مقرب منها وكانت دايما بتقول عليه أخويا، وحب أنها تنفذ الوصية بتاعته بكل ما أوتت من قوة. حاولت تجري في الأوراق أنها تثبت أن ابنه ذكر وتنفذ الوصية بتاعة الميراث، أن هو كتب كل أملاكه لابنه. عايزة أقول لكم أن والدة الفنان هشام سليم لحد هذه اللحظة لا تعلم بوفاة ابنها، ولا تعلم أن هو كان مريض حتى سرطان. هو طبعا توفى عن عمر يناهز 64 عام بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. آخر أيامه المرض انتشر في جسده بالكامل، كان بياخد أقوى أنواع المسكنات، إنسان راقي ودود، كل برامجه أو كل الحاجات اللي ظهر فيها كان بيبكي على بناته، ولكن مشاعرهم أبدا ما جاتش ليه أو ما حنوش لأبوهم. بس لما مات بقوا كل شوية عند المقابر، يا ترى الحزن والدموع هترجع اللي راح؟ ما اعتقدش، خسروا من حياتهم ومن عمرهم أهم حاجة وهو أبوهم. اسمعوا معايا كده. الحاجة الوحيدة اللي انت شايفها ان انا اتحولت من بنت الولد وان انا بقيت بني ادم وحش، يلا نحاول نبقى مع بعض في مكان واحد، عشان بتكرهوني بوظتوا حياتي. بوظتوا؟ لا مش بيكرهوني، مش فاهمين. ما هو ده اللي انا بقوله، عشان كده تعالوا حاولوا تفهموني، ما تكرهونيش من غير ما تعرفوني.